مرحبا، أنا أريد وهذا أول فيديو إلي على القناة. قناتي راح تكون لتعليم اللغة التركية، وإن شاء الله تكون بأبسط الطرق. راح يكون فيها سلسلتين أساسيتين بالقناة. الأولى هي للمحادثة عن طريق سؤال وجواب، يعني أسئلة وأجوبة، والسلسلة الثانية هي للقواعد. طبعا بالنسبة إلي أسهل طريقة للتعلم هي عن طريق القواعد، بس في ناس ما بتحب هاي الطريقة، بدها شي جاهز تحفظه. فرح يكون لهم هاي السلسلة الأولى اللي قلنا عنها، اللي هي رح تكون عن طريق سؤال وجواب، يعني سؤال ممكن يسألنا يا شخص التركي أو نحن ممكن نسأله، والأجوبة المحتملة له. أهم النقاط الأساسية باللغة التركية اللي لازم نعرفها هي الحروف الصوتية. أهم شي باللغة التركية هي الحروف الصوتية، طريقة النطق، و تقسيم الحروف الصوتية اللي مقسمة إلى قاعدتين، هي قاعدة التوافق الصوتي الثنائي وقاعدة التوافق الصوتي الرباعي. بدون هاي ما نفهم هاي القاعدتين البسيطتين، هي بسيطة، راح يكون صعب علينا ندرس بقية الأشياء، راح يكون صعب علينا نكون جمل ونكون عبارات طويلة. طيب بقية الحروف مو مهمة؟ لا أكيد مهمة، بس ما راح أعمل له فيديو على قناة اليوتيوب، راح تلاقوه بصفحة الانستغرام. راح أترك لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. صفحة الانستا راح يكون فيها الشغلات البسيطة مثل حروف، كلمات مع الحروف، الأرقام، طريقة تركيب الأرقام، وعبارات يومية راح تنزل كل يوم كل يوم شغلات بصفحة الانستغرام. أما اليوتيوب فراح يكون فيديو واحد أو اثنين بالأسبوع. طيب شو هي هاي الحروف الصوتية؟ لازم نتعلم ننطقها صح، راح ننطقها سواء أنا وأنتو. قلنا إنه الحروف الصوتية تنقسم إلى عدة أقسام. أول شيء راح نأخذ قاعدة التوافق الصوتي الثنائي، أو هي تقسيم الحروف الصوتية إلى مجموعتين، ثقيلة وخفيفة. المجموعة الأولى الثقيلة مبينة من طريقة نطق الحرف، يعني الحروف اللي راح تشوفوها هون أ أ أو أو أ أ أو أو، هاي الحروف الصوتية الثقيلة. طيب الحروف الخفيفة هي كمان أربعة، A E A U A E A U. طيب فهمنا انه في عنا حروف صوتية ثقيلة وعنا حروف صوتية خفيفة. شلون بدي اركبها مع الكلمات؟ كل شيء باللغة التركية راح نضيف له لاحقة، لاحقة للفعل، لاحقة للاسم، لاحقة لأي شيء اسمها لاحقة، لأنه تلحق بالاسم أو تلحق بالفعل. في لواحق تلحق بالاسم أو الفعل على حسب القاعدة الصوتية الثنائية اللي هلأ من شوي حكيناها، أو حسب القاعدة الصوتية الرباعية اللي راح ناخذها بعد شوي. لما أذكر القاعدة الصوتية الثنائية فعندي الحروف الثقيلة راح تاخذ دائما حرف الآ، أو اللاحقة اللي فيها حرف الآ. الحروف الصوتية الخفيفة راح تأخذ حرف الآ، أو اللاحقة اللي فيها حرف صوتي، الحرف الصوتي آ. طيب مثال عن هاي الحروف الصوتية الثقيلة والخفيفة، شلون بدي أضيف الآ والآ أو الكلمة اللي فيها آ أو آ؟ راح نأخذ أبسط إضافة اللي هي قاعدة الجمع. الجمع شلون بدي أجمع الكلمة، يعني أخليها من مفرد إلى جمع، لازم أضيف لها إضافتين، أو لار أو لير. لما قلنا لار في حرف صوتي آ، فمعناته أخذ حسب الحروف الصوتية الثقيلة، اللير حسب الحروف الصوتية الخفيفة. طيب شلون أعرف الحرف الصوتي ثقيل أو خفيف؟ أروح أشوف آخر حرف صوتي بالكلمة، آخر حرف صوتي بالكلمة. إذا كان ثقيل فأضيف الإضافة اللي تناسب الحروف الصوتية الثقيلة اللي هي مثلا لار. إذا كان آخر حرف صوتي بالكلمة خفيف فرح أضيف الإضافة لير. مثلا كلمة أربة، أربة سيارة، آخر حرف صوتي فيها هو الآ، فلازم أضيف أنا لار. لار أربة، لار أربة، لار سيارات. إيف، إيف معناتها بيت. آخر حرف صوتي هو ما في غير أن هذا الحرف الصوتي الوحيد بالكلمة اللي هو A، فياخذ الحرف الصوتي الخفيف A، تصير لير، إيف لير. أو ما حدا ينطق باللغة التركية الـ A نفس ما هي A دائما، راح تكون A
إفلار إفلار أصح، تمام. مثلا جول 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 معناتها وردة. شلون بدي أجمع هاي الكلمة؟ آخر حرف صوتي فيها هو الأو وهو حرف خفيف، فأنا أضيف لها لير جولار جولار. وهكذا على نفس الوتيرة هاي راح نجمع كل شيء أسماء نحن بنعرفها، طبعا أسماء الجمع بس للأسماء مو للأفعال. مجرد ما أنا أشوف آخر حرف صوتي هل هو ثقيل أو هل هو خفيف وأضيف له الإضافة المناسبة. طيب أنا دائما راح أوقف مش بالشارع وأفكر شو آخر حرف صوتي، هل هو ثقيل هل هو خفيف وأضيف لار ولير؟ لا طبعا، راح نتعود مع بعض عن نطق الصوتي. الصوت هو اللي يركب لي الكلمات باللغة التركية. يعني لما أتعلم إنه أنا الحروف الصوتية لما تطلع معي ثقيلة فرح أضيف لها آ، لما تطلع معي خفيفة راح أضيف لها A. مثلا كلمة كتاب كتاب، مغلط أقول كتاب لير كتاب لير كتاب لار كتاب لار، نفس الصوت أكمل على نفس الوتيرة. مثلا دفتر دفتر لار أو دفتر لير دفتر لار، يعني هي بالأصح فرح تاخذ حرف صوتي خفيف دفتر لار، ما رح اقول دفتر لار، حتى الصوت يتغير نبرة الصوت تتغير. فبعد فترة انتو بس تتعودوا على الصوت رح انتو لحالكم تتركب معكم الكلمات بدون ما تفكروا فيها. يمكن كلمة اول مرة تسمعوها مباشرة رح تحطوا لها الاضافة المناسبة. ليش؟ لانه تعودتوا انه الصوت الثقيل رح ياخذ الآ، الصوت الخفيف رح ياخذ او الرقيق رح ياخذ الآ. لهون راح يكون نهاية أول فيديو إلي، راح هذا حبيت يكون بس تعريف عن القناة، تعريف بسيط عن اللغة التركية، وإن شاء الله تستفيدوا إن شاء الله معي بالفيديوهات الجاية. إذا عجبتكم القناة أو استفدتوا منها يا ريت تعملوا اشتراك ولايك للفيديوهات وتعملوا شير مع أصحابكم مشان يستفيدوا منها، ولا تنسوا تتابعوني على الانستغرام. وظلوا بخير، مع السلامة.